حكيم الصنع عمل ايه لما كل واحد راح يشتكي له المتاعب بتاعته؟ قال لهم كل واحد يكتب متاعبه في ورقة ورموها في الصندوق اللي هناك ده، وبعد اسبوع تعالى خد الورقة اللي تعجبك. فبعد اسبوع جم كلهم عشان ياخدوا الورقة بتاعته، كل اول واحد مسك ورقة قال له ما تاخد ورقة؟ قال له انا عايز ورقتي. كأنه شاب بلاوي تاني. ولذلك الفلاحين ترجموه وقال لك اللي يشوف بلوت ايه غيره تهون عليه بلوت، يقول له يا رب.